حلقة النهاردة من ضحك السنين عن ضحك سنة 2011. أحمد عز 365 يوم سعادة. الفيلم كان بطولة دنيا سمير غانم وصلاح عبد الله ومي كساب، تأليف يوسف معاطي وإخراج سعيد المروق. طب النفس الأخراني بتهزر بتولي. أحمد حلمي في 2011 قدم فيلم من أنجح أفلامه وهو إكس لارج، مع دنيا سمير غانم وابراهيم نصر ومحمد شاهين وضيوف الفيلم خالد سرحان وإيمي سمير غانم وغيرهم. الفيلم تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف عرفة. هتلها مسلسل فيفي، مسلسل فيفي بتاع كيداهم، هتلاقيه على 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 نايدروم. ولا استني، لا استني يا طن، اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي. أحمد مكي في 2011 قدم تجربة مختلفة في فيلم سيما علي بابا، قصتين منفصلتين في عرض واحد. كان معاه في الفيلم إيمي سمير غانم وهشام إسماعيل ولطفي لبيب ومحمد شاهين ومحمد سلام وبيومي فؤاد وغيرهم كتير. الفيلم فكرة أحمد مكي وأحمد الجندي، وكتبه شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي. أبو الغضب. وفي 2011 هاني رمزي بيقدم سامي أكسيد الكربون، بطولة درة وإدوارد يوسف فوزي والطفلة جنى والكوميديانات أحمد حلاوة وضياء المرغني، تأليف محمد نبوي وسامح سر الختم وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد. ضحك وفرفشة وقلة أدب ومسخرة. الله، مش رحلة. ومحمد سعد في 2011 بيقدم فيلم تك تك بوم، بطولة درة ومحمد لطفي ومحسن منصور، قصة إسعاد يونس، سيناريو وحوار محمد سعد وإخراج أشرف فاروق. في حاجة لازم تشوفها. ليه انت نظرك راح ولا ايه؟ وفي نفس السنة الفيلم الشعبي شارع الهرم، بطولة دينا وسعد الصغير وأحمد بدير ومعاهم مها أحمد ولطفي لبيب وأحمد سلامة وأيتن عامر ومدلين طبر. الفيلم تأليف سيد السبكي وإخراج محمد الشورى. أهلا بيك يا زوق. أهلا بيك يا عم. ولسمته إيه يا ابن الورد ده؟ يعني أنت طلع قرافة. وفي نفس السنة فيلم فكك مني، دينا وحسن حسني وأحمد عزمي ومعاهم ريكو وعمر عبد العزيز ومرو عبد المنعم وضياء المرغني وغيرهم، تأليف مصطفى السبكي وإخراج أحمد عويس. ايه اللي انت جايبهم دول؟ ايه يا باشا في ايه؟ بقولك انا عايز اعمل مسرح استعراضي، مش عايز اعمل ملف في الاداب. امن دولة حمادة هلال وشيري عادل ومعاهم احمد حلاوة وسامي مغوري وسوريا ابراهيم. الفيلم تأليف نادر صلاح الدين واخراج اكرم فريد. يعني بتدرسي؟ انا جايدنس كونسلر. ياه، دي المادة دي كانت صعبة قوي، بس انا كنت فظيع في المادة دي. يعني دايما اجيب 28 من 30، يوم ما اخيب اجيب 27 من 30. شكل من 30؟ انا كانت امي بتخاف عليا من الحسد من الماده دي بالذات. مادتي جوده كاوسر. نضال الشافعي بيجرب نفسه كبطل فيلم ينا يا هو، وكان معاه لطفي لبيب وريمي البارودي ونرمين ماهر ويوسف داوود ورجاء الجداوي وعبد الله مشرف، تاليف احمد حجازي واخراج تامر بسيوني. انا في كامل لياقتي البدنيه ممكن ادخل بطولات لولا يعني حبه الهشاشه والخشونه اللي في الركب واللمباج وفي الفقرات القطنيه وعرق النساء، كان ممكن ادخل بطولات النهارده. طلعت زكريا في 2011 قدم فيلم الفيل في المنديل وشخصيه سعيد حركات، وكان معاه في الفيلم يوسف شعبان وسعيد طرابيك. الفيلم تاليف طلعت زكريا واخراج احمد البدري. هومر، عايز اقابل حد من المسؤولين. موضوع ارجنت؟ لا، موضوع انا. بيبو وبشير منى شلبي واسر ياسين في 2011، وكان معاهم عزة ابو عوف وصفية العمري ومحمد ممدوح وباسم سمرة، تأليف كريم فهمي وهشام ماجد واخراج مريم ابو عوف. كريم بشير. ايه ده، ايه ده، انت ماسكه كده ليه؟ طيب يا حبيب المامي. انا بشير. ده هو اسمه بشير؟ اه يا حبيب قلبي، ما هو انا من كتر ما بحبك سميته على اسمك. أنا بضيع يا وديع، بطولة أيمن أنديل وأمجد عابد، وكان معاهم انتصار وسامي مغوري وضياء المرغني وسندهم في الفيلم نيلي كريم كضيفة شرف. الفيلم تأليف محمد فضل وإخراج شريف عبدين. بقولك يا وديع، تعال نتقابل وقت تاني وفي مكتب تاني، وياريت كمان المنتج يبقى حد تاني، ومين عارف يمكن انت كمان تبقى حد تاني. ونروح للضحك في التلفزيون سنة 2011، راجل وست ستات اللي تقدم منه الجزء الثامن للنجم أشرف عبد الباقي.
الفكرة والشخصيات عمرو سمير عاطف، وأشرف على كتابة الجزء ده ولاء شريف، وإخراج أسد فلتكار. عايز سندوتش بابا غنوج وواحد خاص. ايوه بس حضرتك الحاجات دي مش نازله عندنا في المنيون. منيون؟ منيون ايه يا اهبل؟ منيون ايه؟ الزبون دايما على الحق، اعمل له السندوتشات اللي هو عايزها يا ابني. واحنا صحيح يعني حضرتك ما بنعملش ده ومش موجود عندنا في المنيون، بس حضرتك يعني هنعمل لك اللي انت عايزه. جوز ماما مين؟ سمير غانم مع هاله صدقي ورجاء الجداوي. فكرته شخصيات عمرو سمير عاطف، والاشراف على الكتابه ولاء شريف، واخراج اسد فلتكار. عايزك ترجعي بذاكرتك لورا وافتكري اللحظة اللي شفتي فيها بنتك أول مرة. يعني عايزني أرجع بالذاكرة كده لأول مرة شفت فيها سلمى بعد الولادة؟ أيوة. بس أنت كده هترجعني لورا 20 سنة. وكان في 2011 الجزء الأول من ستكم الباب في الباب، شريف سلامة وكارولين خليل مع ليلى طاهر وأحمد خليل وهشام إسماعيل، أشرف على الكتابة وائل حمدي، وإخراج أسامة العبد. الولاد ناموا والبيت فضلنا أنا وإنتي. كابتن مدحت شلبي. أحمد رزق في 2011 بيقدم شبرا تي في، تأليف عمرو فهمي، وإخراج عبد العزيز حشاد. موعدكم مع برنامج كركر وملى الدنيا ضحك، ويقدمه لكم المونولوجيست سفروت. عينا ليلة ليل. محمد هنيدي في 2011 بيستغل نجاح شخصية رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وبيقدمها في مسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج سامح عبد العزيز. مشروع رمضان مبروك أبو العالمين حمودة ونظريته التكاملية الاقتصادية المتكاملة للنهوض بالمستوى الإنساني والاستفادة بالعنصر البشري والموارد الطبيعية. سامح حسين بيقدم في 2011 مسلسل الزناتي مجاهد، تأليف محسن رزق، وإخراج أسد فلتكار. ده فيلم عايز أوصله للعالمية، ده بطولتي وإخراجي وسيناريو و... والجمهور كمان. خلاص يا سيدي أنا هقول لأبويا بندليدس يعني يوصله لك العالمية ده، بس انت يعني قول لي العنوان. ومحمود الجندي بيقدم مسلسل مينيسات، تأليف نادر ابو الفتوح، واخراج محمد رجائي. ما امضيش على حاجه غير لما اقراها الاول. اقراها؟ طيب اما الاقي النضاره. وفي نفس السنه نجوى فؤاد وعلي حميده ونهله سلامه في مسلسل في العلالي، تأليف نيازي مصطفى عبد الجليل، واخراج عبد المنعم صادق. وانتي ما اشتغلتيش ليه بالدبلون يا لوزه؟ ما انا اشتغلت مدرسه. ومظهر أبو النجا بيقدم عائلة بسطويسي، تأليف محمد تهامي، وإخراج جمال خزيم. ممكن أشرب؟ أنا هجيب لك ترعة بحالها. بندور على عم حسن حسني، في 2011 لقيناه بيشارك في بطولة مسلسل كوميدي سوري اسمه صايعين ضايعين مع مجموعة من نجوم سوريين، تأليف رازي وردة، وإخراج صفوان نعمه. اديني لا اديني نص قوية. لا اديني ربع وية. لا اديني اديني وقت افكر وارجع تاني. وفي نفس السنة نايل كوميدي عرضت حكومة شو للكوميديان محمود عزب، واللي كان ممنوع من العرض منذ انتاجه في 2009. الفكرة والتأليف والإشراف على الكتابة عادل سلامة، والإخراج سامي أبو الخير. حسب قرار منظمة المية العالمية ممنوع قطع المية عن المواطنين أكتر من 15 يوم. برنامج شوية عيال للنجم أحمد حلمي، إخراج إسلام خيري. كرتونات. هتسيبني وهتقعد تفرج على تلفزيون؟ عايز لما تكبر كرتونات. عايز لما تكبر تطلع إيه؟ كرتونات. هتضرب ولا إيه؟ حدوتة بعد النوم، موسم من مواسم أبو حفيظة لأكرم حسني. لا بقيت مش سهل في الفيسبوك، بقت فيري ديفيكالت. وفي نفس السنة بني آدم شو، تقديم أحمد آدم. كل واحد حر يسأل المرشح الانتباخي الانتباخي. دماغي اتلخبطت. وفي 2011 سامح حسين بيقدم الجزء الثالث من أجزاء القبطان عزوز،
تأليف أحمد أمين ومحمد إسماعيل أمين ومحمد رجائي، وإخراج عبد الله نبيل. خلاص يا عمتي خلاص، عقدتك انفكت هي الحمد لله، وجالك عريس تاجر زفر قد الدنيا. عريس يعني راجل عريس بجد بشحم ولحم كده يعني، يعني ظهر وكتاف ودراعاته ورج وعينين وشعر، صح ولا لا؟ وبكده تخلص رحلتنا مع ضحك 2011، ونشوفكم مع ضحك سنة جديدة وحلقة جديدة من ضحك السنين.